إذن السلام عليكم وتحية مجددة لكل الإخوان والأخوات. جيروم يحييكم كما العادة من جمهورية الأرجنتين الفيدرالية. غادي نشوف واحد المقال بعنوان فرنسا تسلم الرباط مغربيا أذن بالضلوع في هجوم مراكش سنة 1994، والقضاء المغربي يطلق صراحه. قبل ما نشوفوا هذا المقال راه جابوا بلقزي تشفين تنحيوه من هذا المنبر، نشرته يعني حتى مجموعه ديال المواقع الدوليه والمواقع المعروفه على المستوى العالمي. بغيت نعطي غير واحد الاضافه فوق الكلام اللي قال تشفين، لانه راه ديجا عالج هذا الموضوع. هذا انا غنعالجه من واحد الجانب اخر، وغادي يكون الهدف من هذا الفيديو ايضا ان الناس تشوف ان تديك الهضره اللي مشيت انا قلت يعني في اذاعه وطنيه في ديال الراديو في الارجنتين حول هذا الموضوع انه كلام صحيح، فماشي غير جات الجزائر وهزتها وحطاتها يعني في الصفحه الاولى في جريده وطنيه تتنشر في الجزائر كامله ايضا، فباش المغربي يعرف اننا حنا ماشي زعما جايين هنا تنكذبوا عليه ولا شي حاجه. ديك الهضره اللي قلت انا عند الاعلام الارجنتيني راها كاينه، والهضره ديالي اللي تنشرات عند الاعلام الجزائري ايضا راها كاينه. نفتتحوا يعني القراءه. اذا اكد مصدر امني مغربي الجمعه ان السلطات المغربيه تسلمت الاربعاء من نظيرتها الفرنسيه، عفوا غير باش ما سميتو، راه تاريخ النشر هو 31 في شهر 10 2021. أكد مصدر أمني مغربي الجمعة أن السلطات المغربية تسلمت الأربعاء من نظيرتها الفرنسية مواطنا مغربيا كان يقيم في فرنسا مدانا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة مراكش عام 1994. هنا تتكلموا على أطلس أسني، والذي تسبب في أزمة دبلوماسية مع الجزائر حينها، وقرر قاضي التحقيق في المغرب الإفراج عنه لتقادم جميع التهم المنسوبة إليه. مزيان. رحلت باريس الأربعاء إلى المغرب مواطنا مغربيا كان يقيم في فرنسا مدانا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة مراكش العام 1994، وفق ما أفاد الجمعة مصدر أمني مغربي وكالة الأنباء الفرنسية. وأوضح المصدر أن عبد الإله زياد اللي عنده دابا 63 سنة تم ترحيله من فرنسا الأربعاء، وعرض على السيد قاضي التحقيق باعتباره الجهة القضائية المختصة. وقرر قاضي التحقيق بعد ذلك الإفراج عنه لتقادم جميع التهم المنسوبة إليه بحسب ما أفادت وسائل الإعلام مغربية الجمعة، فيما لم يتسنى الحصول على تفاصيل من مصادر قضائية مغربية. إذا ما تمكنوا أنهم يتوصلوا لحاجة من المصادر القضائية المغربية، ولكن الصحافة المغربية اللي نشرت هذا الشيء هذا قالت لك راه تلقوه، والسبب هو التقادم. أنا هذه هي الإضافة اللي بغيت نعطي فوق الكلام اللي قال بلقزي التشفين. توضيح بسيط هو أن هذا الشخص هذا مليار في المية كان مجند شي ضابط المخابرات المغربية. هذه مسألة ما يمكنش ينفيها العقل السليم، والعقل اللي هو واصل لواحد الدرجة معرفية في عالم المخابرات وكيف تشتغل. وهذه مسألة يمكن يحققها الإنسان بمشاهدة المئات ديال البرامج الوثائقية في كل دول العالم على بعض القضايا وبعض الجواسيس، ويمكن له أيضا يحققها بقراءة الكثير والكثير من المجلدات والكتب حول المخابرات بصفة عامة. فذكرت أن هذا السيد هذا اللي تيقولوا له عبد الإله زياد هذا مليار في المية كان مجند شي ضابط المخابرات المغربية في فرنسا. ياك دابا هنا الأجندة فين اتجاه غتمشي؟ الأجندة تستهدف الجزائر، فهمتي؟ الأجندة في الأصل تستهدف الدولة الجزائرية. فالمخابرات المغربية اش غدير؟ غتقول لهذا السيد هذا هما باغي يذكروها هنا من بعد من غنجيو تنقراو، وغير داك الشيء راه ما تيكتبوهش لك زعما بهذه الطريقة اللي تنشرح بها أنا، تيكتبوها غير بالعياقة، أن هذا السيد هذا مشى جند جزائريين. مشى جند جزائريين، إذا هنا كان استهداف ديال الجزائريين باش يضربوا. شوف راه كيف ما جند جزائريين راه كان بإمكانه يجند مغاربة
ولا يجند توانسة ولا يجند أفغانستانيين ولا يجند ما نعرف شكون. هذه مسألة عبيطة، مسألة عبيطة بالنسبة للمخابرات. أنا راه نتكلم ماشي من الزاوية اللي تشوف بها الإنسان العادي الأمور، أنا راه نتكلم من خارج الصندوق. داكشي علاش كنشوف الصندوق بايل، أما اللي تيتكلم من داخل الصندوق راك ما غاديش تعرف الصندوق واش مايل ولا ماشي مايل. واخا، إذن ذكرت أن الأجندة أن غاية وشي ضابط المخابرات غيجند شي مغربي وغيقول له أنت خصك تجند ليا الجزائريين، راه غيتعارض مع الكلام ديالي غير من الأحسن كاع ما يبان، كاع ما يبان، حيت الكلام ديالي راه غادي للجهات اللي خصو يمشي ليها، ما غاديش ليك أنت باش تجي تعوجو بداك المستوى المنحط ديالك يا عادمي الفهم، عادمي الفهم أخاطب ما تنتكلمش مع الناس عامة. إذن غايقولوا له الضابط المخابرات غايقولوا جند لنا صاحبي شي جوج ولا ثلاثة الجزائريين ولا شوف كيدي وجند حتى شي مغربي ما يدريهم إلا سبب ربعة بهم ولا شحال بهم حتى واحد ما يعلم، فهمتي؟ ولكن غايخصهم هما يدخلوا الجزائر في الملف حيت هما غايستهدفوا الجزائر من شي حاجة ما كايناش وهما غادي يصنعوها. واسمع عالم المخابرات باش تعود تفهم، حتى نشوف بعض اليوتيوبر السياسيين قال لك المخابرات المغربية الغبية الغبية الغبية، راك انت اللي غبي، ولا ما كنتيش انت غبي غادي تكون واحد من المخابرات المغربية. هذه راه مسائل تنعرفها انا. فذكرت هما غايبنيو العملية وغايدخلوا الجزائر في الملف، واخا الجزائر ما عندها لا ناقة ولا جمال في هذا الشيء هذا كامل، وشتي حتى ان يكونوا الجزائريين ضروا راه ما خصكش تجي دير المشكل مع الدولة الجزائرية كاملة. راه كيف كاين شي جوج متطرفين ولا ثلاثة ديال الجزائر اللي غيتانيماو في هذه العملية عن غير دراية انها عملية المخابرات المغربية، راه كان يمكن يكونوا توانسة متطرفين ولا مغاربة متطرفين، راه قلناها لكم، ولا من ليبيا ولا من مصر، ولا مسألة عبيطة قلناها وعودناها. بالنسبة للمخابرات هذه مسألة جد غبية بسيطة جدا، ولكن هما علاش غيقولوا لها تخينا هاد عبد الإله زياد نحلف لك عليها باليمين إلا غتلقى كان كيحركوا ضابط المخابرات المغربية؟ داكشي علاش هو ضرب الحبس في فرنسا من رجع للمغرب قالوا له ودي غير سير سير بحالك، فهمتي؟ حيت عارفين هما شنو كاين من الاخر، هما عارفين هذا الشيء كامل اللي تنقول لك انا في هذه اللحظات، هما مواليه اصلا، فهمتي؟ هما مواليه اصلا. ف دخل الجزائريين جندهم صيفطهم يضربوا دوز السلاح. اصلا هذه العمليه هذه كانوا كاشفينها، ونسيت سميتو داك الضابط المخابرات المغربيه اللي هارب لاوروبا قال لهم ديك العمليه راه علموا بها البصري، ولكن هذا شي يبقى الكلام ديالو، فهمتي؟ حيت انا ما مبانيش على الروايه ديالو، انا حاليا باني على هذه الروايه اللي امامنا الان. واخا، وحتى ان قاعدك الضابط يقول لك راه علموا البصري، على داك الضابط اش غيعلموا كاع بان هذه العمليه هذه مسكين راه خارج مخرجها المخابرات؟ راه انا كان ضابط المخابرات المغربيه في اوروبا وعلم ان شي جهات اخرى علمات على العمليه، راه كيبقى غير تنسيق ما بين ضباط اللي ماشي في الغالب دائما تيكون، وكاين هذا اللي ما تيعرف المخابرات كامله راه شي ما تيعرف شي، شكون اللي تيعرفهم كاملين؟ هما دوك الرؤوس اللي كتحرك دوك اللي لتحت. هذا واحد العالم بلاد ما غايقشبل فيه حتى وزه ما غايفهم والو، ولكن للاسف هذا الشيء اللي عطى الله وخصنا نتعاملوا معاه كما هو، لان الا ما درتيش الدياغنوستيك ما يمكنش دير حتى تحرك من بعد، غتبقى غير تضرب، غتبقى غير تشير بحال دابا انسان دياغنوستيكا شي مرض الراسو، مشى كيشرب الدواء وما خدمش، ومشى كيشرب الدواء الاخر وما خدمش، والدواء الاخر وما خدمش، ولكن الا مشيتي عند الطبيب حيت هو قاري ومتكون غيشخص المرض وعاد غيعطيك الدواء بلا ما تبقى تضرب وتزقل. نسدو هذا القوس. فمسألة عبيطة أن ضابط المخابرات يجند هذا السيد هذا ويقول له جند لي الجزائريين حيت عندنا بهم الغرض، هذا عبد الإله زياد هذا براسه ما يكونش عارف الخطة كاملة، يقول له غاجند شي جزائريين لشي ضربة راه عندنا بها الغرض، أنت ماشي شغلك، هذيك خدمتنا، حيت هكا تيتعاملوا الضباط مع الناس اللي جندوا، صافي غيعطيو المعلومة الكاملة لا. واخا او ما جندوا الجزائريين هذوك ضحايا مساكن ديال الفكر المتطرف، انا هذوك كنعتبرهم ضحايا،
ولكن باش تجيك دوله صاحبي في المغرب، الدوله المغربيه، وتبني وتصرف صبيانيا مع الدوله الجزائريه من دون تشخيص من دون تحقيق ولا هم يحزنون، هذا تيتسمى الكومبلو، تتسمى المؤامره، فهمتي؟ كتسنى ان المغرب كان خاصو غير اللي يهرو باش يضحك، كان خاصو غير السبه مع الجزائر باش ينوض معها الصداع، بحال جيتي ستاسيونيتي الطوموبيل حدا شي جارك باش هو يبغي يخرج الطوموبيل ويقيس لك الطوموبيل تهبط الدار معاه تقول له اخي راه ضربتي لي الطوموبيل، يعني راه الخطا ماشي في داك الاخر، الخطا راه فيك انت اللي مشيتي كتقلب على الصداع مع الاخر مسكين غير ستاسيوني الطوموبيل ديالو هو ما على بالوش بيك كاع، راه هي هذه بالضبط. دابا هنا المغرب المخابرات غتقلب على الجزائريين باش تدخلهم باش تبني عليهم التحرك العشوائي، ولكن اللي كيشوف من خارج الصندوق ورا تتبان له عمليه مدبره، ولا العقل ديالك ما قدرش يحلل الى حدود اللحظه انها عمليه مدبره. فاخويا انا شرحت واوفيت في الشرح، وهذه تبقى مشكلتك، اتمنى من كل اعماق قلبي انك تعالجها بعيدا عني، بعيدا عني. فالخلاصه نكملوا بسرعه، ضابط المخابرات هذا عبد الاله زياد غيجندو يقول له جند لي الجزائريين اللي ما يعرفوش، انت غتجندهم في اطار فهمتي، ما بغيتش نذكر ديك الكلمه اللي على بالكم حرا القناه محاصره، وهاد الكلمات هذه تزيد تحاصرها، اقول له جندهم لي في شي ضربه داكشي اللي على بالكم. دوك الجزائريين مشاو ضحايا، الخطا ديال من هنا، القضاء المغربي خصو يتبع الخيوط، والمخابرات المغربيه هذا ان كانوا صادقين خصهم يتبعوا الخيوط وتشوف ان شي جوج د الجزائريين كاع ضربوا متطرفين ياك، وما مسؤوليه الدوله الجزائريه في تطرف جوج ديال الجزائريين، كاين مسؤوليه من واحد الجانب اللي هو صغير ولا كبير ولا حطو كيف ما بغيتي تحطو، ولكن راه ما تيعنيش انك غتجي تصنع المشكل وتجي تشنق على الاخر من والو، هو راه المتطرفين عندك حتى في المغرب، كاينين في تونس، كاينين في كاع الدول المسلمه كاين متطرفين، فاعتقد اني وضحت. ولكن باش تجي تعتمد جوج متطرفين جزائريين وتعلن بهم سلوك عدائي على الجزائر، ويدور 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 الزمان ويصيفطوا لك السيد اللي غيشهد فمو هذا الكلام اللي غنقراه ولي نتابع، دابا درنا غير نقطه نظام. اعترافات، حكم على زياد عام 1997 من طرف محكمه فرنسيه بالسجن 8 أعوام والمنع من دخول التراب الفرنسي لمدة 10 أعوام لإدانته بتكوين عصابة إجرامية على ارتباط بعمل إرهابي. واعترف أثناء المحاكمة بأنه هو الذي نظم واستقطب وأعطى الأوامر لأفراد الشبكة المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت مدينة مراكش في 24 أغسطس 1994 وأسفرت عن مقتل سائحين إسبانيين. للمغرب من بعد جا قال لك لا الجزائريين كيضربوا لي السياحه، دير عليهم الفيزا، نديروا المشاكل مع الجزائريين. وجبتي باباه داك اتحاد المغرب العربي الارض، اللي ما كتعجبوش اتحاد المغرب العربي دير ليها سيدي غير دير ليه اتحاد شمال افريقيا، انت ابعد مني، حيت كاين بعض الانواع اللي عندها ما كتاكل السيكاليم ولا ما نعرف شنو ولا كتشرب ليسانس كتجي كتلصق، لا جيروم تا تدعو الى العروبه، لا الامازيغيه. شوف السي محمد انا واضح، انا بلا ما تبقى تكتب عليا الهضره وتضيع عليا الوقت، انا كناديه بداك الاسم اللي كان كيحمل، بغيتي انت دير ليه شي اسم اخر دير ليها سيدي اتحاد شمال افريقيا ناقص مصر، بقيتي على خاطرك يلا حيد عليا من هنا. ف حنا كنشوفوا فرونس 24 كتنشر اعترافات، اعترف أثناء المحاكمة بأنه هو الذي نظم واستقطب وأعطى الأوامر لأفراد الشبكة المسؤولة عن الهجمات. إذن هنا شنو عندنا؟ عندنا التنظيم، عندنا الاستقطاب، وعندنا القيادة وإعطاء الأوامر. أنا علاش ربطت هذا الشيء بالمخابرات المغربية؟ لأن هذا السي زياد هذا مليار في المية تنقول لك كان موراه ضابط المخابرات المغربية وما يحيدهاش الطبيب. فهاد الضابط المخابرات المغربية راه ذكرتها، احنا جينا قريناها، غيقول له استقطب لي الجزائريين، حيت الاجندة المخابرات المغربية تحتاج الى توريط جزائريين لمهاجمات الجزائر،
كيستعملوا الشعب الجزائري ضد الدولة الجزائرية. والشعب الجزائري هنا كنقصد بها جوج ديال الافراد من الشعب الجزائري اللي هم ضحايا مساكن ديال الفكر المتطرف. فهذا البناء هذا وهذا الذكاء وهذا العبقرة كاملة منين بغى يخرج؟ ما غيخرجش من السي زياد، غيخرج من المخابرات المغربية. هاني تنقول لك والسيد تعترف بها انه استقطاب وانه نظم وانه 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 اعطى الاوامر لافراد الشبكة اكسترا. كما سبق ان صدر حكم في حقه، حكم غيابي بالسجن في المغرب 1984 بحسب وسائل الاعلام، واقام في مارس ديما 1984. ما عندوش صوابق اخرى الله اعلم، حيت اصلا المخابرات تتجند دوك الناس اللي سابق، وحده سابقه في الطعاره، واحد سابق في الاجرام، واحد سابق في القتيلة، واحد سابق في السرقه، واحد سابق في يعني عنده سوابق، يعني عنده تجربه للمخابرات المغربيه هي في حاجه لها. فذكروا هنا انه كان عنده حكم غيابي بالسجن في المغرب سنه 1984، ربما هذا كان عنده شي سوابق في هذا الميدان في المغرب وهارب، وماش غيجي وغيقول لك هذا السيد هذا هو اللي يصلح لينا، خير عنده تجربه وعنده سوابق وعنده خصنا ندخلوا لهذا الاجنده هذه باش حتى حصل حنا نغسلوا يدينا نقول له ما خا هذاك راه عنده السوابق في الارهاب، ماشي حنا، راه هو داير هكاك. حيت المخابرات تتبني من الترعات، الا خليتي شي ترعه امنيه على راسك كتكون فريسه سهله للمخابرات، عليها كيبني واحد المخطط شيطاني بحسب وسائل الاعلام. واقام في فرنسا بطريقه غير قانونيه، حيث اعتبر امير الشبكه التي نفذت هجمات مراكش، كما سبق له ان قام بها في ليبيا والجزائر وافغانستان، حيث تدرب على استعمال السلاح والمتفجرات. اذا عنده سوابق في الحرفه، هذا بحال حاجب، هذا بحال هذا بحال هذا ومحمد حاجب، راه الناس كتكون معروفه هذه المخابرات هذه، فهمتي؟ حيت كتكون عندهم تجربه. ونزيدك عليهم دوك الناس اللي سميت الحاجب ديك النهار، دوك صحاب داك الطريق الجزائر ولا مالي اللي جبت في داك الفيديو اللي موراه تخبى حاجب ولا غير تيخربق، حيت جبت ليه السميات ديال الضباط المخابرات، جبت ليه الاسماء الحقيقيه للضباط المخابرات اللي كان تيتلاقى بهم، فهمتي؟ ماشي حتى الاسماء المستعاره وديك الوجوه اللي تيبداو يوريو بعض المرات مستيكين عليها بالفلترات في المكالمات فيديو، قبل ما راه تيصحابو هادوك راهو ما هادوك، لا هادوك راه ماشي هادوك، هادوك راهو ما الاخرين، ما غتفهم حتى بزاف هاد الشيء هذا. انت ما عليناش بحال ابو الوالد الصحراوي، ابو الوالد الصحراوي ما صنعاتوش المخابرات المغربيه، وفي الاخر من الجزائر وروسيا تكاو على المغرب وفرنسا في المالي، ولات المخابرات المغربيه والفرنسيه كيخصها تخلص من ابو الوالد الصحراوي، كيخصها تقتلوه واخا هو ديالها، حيت طاح في يد الجزائر وروسيا مشكله اكبر، هذيك مشكله اكبر. فاللهم كيقول لك ضحي بدين مواد العنصر، هذا راه غيجيب لنا المشاكل. صافي جندنا خدم لاجوندا، الله يعاون العونات. وكانت هجمات مراكش الاولى من نوعها في المغرب قد تسببت في ازمه دبلوماسيه مع الجزائر، وقررت الرباط بعدها فرض تاشيره على الجزائريين الراغبين في دخول المملكه لكون بعض افراد الشبكه التي نفذت الهجمات جزائريين، وردت الجزائر باغلاق حدودها مع المملكه. اذا هنا هذا هو ما اسميته انا ب يعني الاتهامات الباطله للجزائريين، لان هنا المغرب اتهم الضحايا صاحبي، اتهم الضحايا. نعم كان بعض المنفذين جزائريين، ولكن دوك الجزائريين هم ضحايا ديال جنيد المخابرات المغربيه. فاعتقد انني اوفيت في هذا الموضوع، تحياتي لكم والى اللقاء.